لا تبقى تحبه بايه بعد. يبقى اذا المطلوب ايه؟ الحب اللي هو حب العقلي، وبعد ذلك يتسامى الى ان يكون ايه؟ حب عاطفي. فقال له ان كنتم تحبون الله، هي مش دعوة، هي ايه؟ مش دعوة. الانسان منا لما يجي يدعي انه بيحب واحد، من كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب، شوفني بعمل ايه، اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زي، يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمة الله في التكليف على انها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لانكم اثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى اذن المرحلة انتم احببتم الله للايجاد وللامداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف، يبقى تقل عليكم. نقول انظروا الى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف ام لصالح المكلف؟ انه لصالح المكلف. تبقى يجب انك انت تضم للنعم ايجاد وامداد وتكليف. فان احببته للايجاد والامداد جائز ماشي، تقول تحبه للايه؟ للتكليف. تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد انت ما حبيت ربنا يبقى ربنا ايه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حبك حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلمه لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه؟ انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي، يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتديها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فانا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عداله ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفتنوا اليه بعقولكم. انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه. فاللي فات نغفر. ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم. والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانية برضو، قل اهي اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في قلب الامر بالطاعة جاءت في القرآن على ثلاث الوان. مرة يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الآية. اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعة، بل جعل الامر واحدا، اطيعوا يعني المطاع الله والرسول الاثنين. الله اذا اتبعوني يحببكم الله، قالك لان اصلا طاعتي طاعة مين؟ طاعة الله. يبقى انا ما بقولكش طيع ناني، ده انت بتطيع الله. اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعة. ومرة في آية أخرى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله أطيعوا وعند الرسول أطيعوا. يبقى مرة يوحد أمر الطاعة خلاص، ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني، زي الآية اللي معانا دي أطيعوا الله وإيه والرسول. ومرة يقول أطيعوا الله انتهت دي، وبعدين يكرر امر تاني يقول ايه واطيعوا الرسول.
ومرة يقول أطيع الرسول بس. ايه الحكاية دي؟ ام قال لك ايه دي الوان التكليف، لان الاحكام اللي مطلوب منا ان نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول اكدها بقوله، يبقى لما بطيع بالامر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله اجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، انا ما اعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا ايه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي، يبقى انا بأطيع الله في الاجمال واطيع الرسول في التفصيل، يبقى فيه طاعتين، فيه ايه طاعتين اثنين، اطيع الله واطيع الرسول، الامر المتحد، يبقى اطيع الله ورسول لانه امر واحد خلاص. الامر الذي جاء من الله فيه تكليف اجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى انا اطعت الله في الامر الاجمالي في ان الصلاة واجبة واقيمها. ايه الصلاة واجب اقيمها ازاي؟ كما يقول الرسول، يبقى دي الطاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الاعلى من الله للرسول، يقول له انت قرر في المسائل دي يا الله، وما دام كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول ان يصنع اشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى انا لما اطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القرآن، يقول له ما دليله من القرآن؟ ما دليل ان الفجر ركعتين، ودليل ان الظهر اربعة، والعصر اربعة، وده ثلاثة، ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له وين بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القرآن ولا لا؟ والدليل جاي من القرآن. يبقى الامر بالطاعة جاء في القرآن على الوان ثلاثة. اللون الاول ان اتحد المطاع، الامر بالطاعة الله والرسول، يعطف الرسول على من؟ على الجلالة. ان كان لله امر اجمالي وللرسول تفصيل، نقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، طيب على الاول. وان لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه ايه؟ دي للرسول، اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في اطيعه واطيعه، احنا قلناها مرة ان هو يقول واقول الامر، واقول ايه؟ ما قال هو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقول الامر، مش جابها في مسألة اطيعوا الله والرسول واقول الامر عشان يلتح مقطع واحده، جابها في الآية لم فرق فيه اطيعوا الله واطيعوا الرسول علشان تفتن ان عند اولي الامر حذف شيء، وهي ايه؟ اطيعوا عشان نقول له ايه وهم ملهمش طاعة ذاتية، الرسول له طاعة ذاتية، انما انتم ملكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمد من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله وللرسول. خلصنا من ذكره؟ قل اطيعوا الله والرسول، يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المساله ان ربنا يحبكم، مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول؟ فادي اتبعوني، وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه؟ والرسول. اطيعوا الله والرسول، فان تولوا، تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول، انتقلت ايه؟ على الكفر لما تولوا عن الله والرسول والى اخره، يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ مفيش تفظيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم
نفروا واعرضوا مش خدوا الحكم. وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي لشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه ويقول له هو كويس بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصية بس. تبقى ايه؟ تبقى معصية فقط. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه.